مشاهد كرام من داخل احدى الغرف هنا لاقامه المرضى هنا في مستشفى الحلميه، عشان يكون معانا احد المرضى الموجودين اللي بيتجهزوا لاجراء عمليه جراحيه في الركبه. صباح الخير والف سلام عليك. الحمد لله تمام، كل سنه عليك. مصطفى نصر. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. اهلا بك. يعني مين اللي قال لك على مستشفى الحلميه وجيتها ازاي؟ انا ما شفتش الصراحه ولا انضف مستشفى في مصر كلها زي مستشفى الحلميه العسكريه. التجربه بتاعتك مع المستشفى؟ انا اول ما جيت هنا جيت عملت تغيير مفصل الاولاني، ده شفت منها نظافه ودكاتره من احلى دكاتره في مصر وانضف دكاتره في مصر، ومعامله واكل وشرب ونظافه مستشفى واقامه، يعني الله اكبر، يعني حاجه جميله جدا جدا والله. انت بتجهز العمليه تانية مش كده؟ ان شاء الله انا هجهز العمليه التانية دي. انا النهارده كنت هعملها بس قالوا لي لا لازم تعملها عشان كان الضغط عالي شويه، قالوا لي لا لازم تعملها بكره عشان الضغط عالي شويه. ايه السبب ان انت غيرت يعني مفصل؟ كانت خشونه في الركبه. خشونه في الركبه هنا الاولانيه، وجي لما جيت هنا كشفت على رجلي الاثنين قابلني دكتور اسمه لواء، اسمه وليد نصار، كشف عليا اول ما قال لي لا انت الاثنين عندك تعبانين، المفصلين الركبه دي والركبه دي، احنا نعمل الركبه الاولانيه وان شاء الله تيجي المره الثانيه نيجي نعمل لك الركبه الثانيه وان شاء الله هنعملها لك. جيت ان شاء الله اليومين دول هم برضو مجهزين لي. كم يوم في المستشفى؟ انا بقى لي يومين. يومين الصراحه يعني ما بيتاخروش هم في اي حاجه من دي. تعملها امتى ان شاء الله؟ كم المفروض كنت اعملها النهارده بس عشان لو الضغط عالي شويه. يعني انت بيجهزوك للعمليه؟ انا جاهز يعني، انا كل حاجه جاهزه. هم كم ساعه بقى في العمليه؟ ان انت ليك تجربه في رجلك؟ يعني الله والله اكبر ما بحسش، يعني الله اكبر نظافه من فوق ما تتصور، وما شفت ما بحسش، يعني انا كمان بخرج من العمليه ما بحسش باللي انا. كم يوم بعد العمليه بقى؟ بعد 4 ايام كبرها، يعني 4 ايام. تابع بعديها استاذ مصطفى هنا بتيجي متابعه ساعات يقول لي تعالى، بس انا عشان المشوار بيبقى كبير. منين؟ انا بفيصل. تمام. قريب المكان؟ قريب يعني. يعني باجي برضو لو في كده باجي، ما فيش بتابع انا ايه، عشان هو بيقول لي يعني كده خلاص، حتى العلاج الطبيعي ما تعملوش الا المشي. يعني لما تيجي تعمل علاج طبيعي امشي، هو ده على حسابك بقى ولا تامين ولا لا؟ تامين. تأمين يعني صراحة من الناس ما بتتأخرش، زي اللي معاهم فلوس زي اللي معاهم تأمين، هي النظافة هي والمستشفى هي مفيش حاجة بتتغير نهائي. بشكرك استاذ مصطفى وان شاء الله وتكون بسلامة والحمد لله على سلامتك. المستشفى العسكري دي انضف مستشفى عسكري شفتها في حياتي. بشكرك. من الناس اللي فيها كمان يعني. مشاهدي الكرام من داخل احدى غرف الاقامة هنا للمرضى بعد اجراء العمليات بيتم هنا داخل الغرف، معانا حاله من الحالات اللي تمت الحمد لله العمليه بنجاح. نتعرف عليكي وصباح الخير. صباح النور يا فندم. مدام دعاء علي والده الطفل محمود احمد، الحمد لله عمل عمليه كويس جدا. العمليه ايه اللي عملها؟ طيب مفصل، في المفصل اتخلع، عملنا له كبيره وعملوا مسامير والحمد لله اطمنا عليه واحسن باذن الله. ادي لك كم يوم يا مدام دعاء انت ومحمود؟ من امبارح بس. من امبارح. تمام. يعني يوم. اول ما جيتي ايه اللي تم معاكي؟ الحمد لله الاجراءات كلها خلصت بسرعه واستقبال كويس جدا من الممرضين والدكاتره، الحمد لله تمام جدا ورعايه كويسه. محمود قعد كام في العمليات؟ ما كملش ربع ساعه كتير. بعد ما طلع الدكاتره طمنوك عليه؟ طمنوا عليه وعملوا اشعه ثانيه عشان يتاكدوا من الموضوع كويس والحمد لله. حتى التمرين هيطلع امتى ان شاء الله؟ يخرج امتى ان شاء الله؟ فاضل لي كده 10 دقايق واخرج ان شاء الله. طب يعني يومين يعني كده. حتى التمريض الحمد لله كويس، يجي اصل الحراره ويدوا له الدلاك في مواعيده والحمد لله مش سايبينه. انا بشكرك. ربنا يخليك. صباح الخير يا محمود. صباح الخير. صباح النور. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك محمود يا مدام دعاء. شكرا. مع السلامه. إنهم جيش مصر الأبيض.